وحير وحان ربا قنوت كسحابة إن أنا وحيدا كشيو قنوت كسحابة تراويح يدود بتاجنتين نبي محمد يا صحابة يدود بتاجنتين عمر صومة قنوت كودي قنوت شيري إن أنا وحيدا كشيو بري عندما وحصوب بضنايا قل يكوبي قنوت كسديس كوبي يا أن مسلمين تودوا عينين أن قال هذا هبارين وحسابك لو كوا رجيستا كوا أمضي سنتجن مسجد على قام منوعه وأنا قد تلا ذي مسلمين تمر بكل بينهن لقول رفاضنا يا قد الميهن ما حس يا ما تضر مركز اللي قد دوحة يا وقيس كأدون ككون ولا ما أنت الدين شكتر لو قد المي بدن يا ويدون كمسلمين تو لب والبوم مركز تكجر مسلم بالقول دباتين يا مسلمين تادون كجوا قيبك من ما أنتوا حلقوا قصبة مسهم كرتان بالله كي صومنا حب بالقوة فرنا فلين بالقوة حري توب بأفك اللي قلين فراشين يبيع اللي قدر شنيه صوم ورك صوم هيسا يا سمية شيء ناس سمية مسلمين تقول حكوا سمية إيغور إيه تركمانستان بكو سمية لبك يا بابا عمل بادون كم مسلمين تكو هيستا وذات كم حرابك قالين مسلمين تود عين نقدر نود عين وإن ز حرابك الله قصوي عليه وركمات فانتي أئمة وهاوشة رقم سعيد تشوغا هاوشة وينادا وغفر صدا قنوت كسحابة واحدة كشيغية قنوت كي سيدنا عمر يا صحابة اسكو وافقين أبي بن كعب كد عنجر بشر رمضان مضوا قنوت الشري بان دين شيغية حديث دير بوهاي وحان رأيك خسية فكان الناس يقومون أوله نسكور يتكن جيرين تراويح ذا مسلمين تو وكانوا يلعنون الكفرة قال هذه اللعنة جيرين في النصف الثاني من رمضان نسك ذنبه بشر رمضان سو شيء طبعا قنوتكم انه ما بلونه واجمع الصحابه قنوت كاسغا خلاف ذنبه اسك لكن اي سدح مذهبه وحبا كوسي مشغول قنوت كواك ابي بن كعب يا صحابه ودنبه كقنوت جيرين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته وحورنتي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق نوال الآخرية ثم يكبر ويهوي ساجدا.